وجميع المنتجات الصحة. فورش واحد سي ترو بو، والصحة ما بقاش غير الصحة ولا الصحة والحماية الاجتماعية. دونك الدورة الثالثة إن شاء الله كنتمنى أننا نستركوا هذا الموقف هذا باش يمكن لينا نديفلوبيو، لأن لي زاتونت انتظارات كثيرة والتحديات كثيرة والرهانات متنوعة. دونك قطاع الصحة كيمر بواحد لا كونجونكتور اللي هي سبيسيال، وكنشد بيد هذه الجمعية، جمعية دار الأمومة. أنا كيهمني أن نتلاقى معكم، مازال ما كنعرفش الإخوان، باش نجلسوا ونحطوا لي فوندمون ديال هذا البروجي باش ينجح. لأن هذا البروجي إلي فوندامونتال، تو سكي أون رابور أفيك لا سونتي دو لا مير إي لونفون، إلي كابيتال، سي أون بريوريتي ناسيونال. اللي كيشفع ليا أنا وكيفرحني هو أن هذه الإكسبيريونس إل دوا تيت ريوسي، وباش تكون ناجحة خصنا نانجيكتيو يعني كاع لي زانكريديون باش نضمنوا لا ريوسيت ديالها. علاش؟ لسبب واحد وأوحد، لأن عندنا واحد المشروع آخر اللي سميتو المرصد صحة الأم والطفل، اللي غيكون أون ريفيرونس أو نيفو ناسيونال. راه السيد رئيس المجلس مشكور والأخ سعيد ذكرنا في هذا الموضوع غير البارح. دونك دو بوان دو ميثودولوجيك هاد الورش هذا أون فا فير ليفاليسيون ديالو، أون فا إسايي دو فير لا ديفوزيون ديالو أو نيفو دو لا بروفانس في جميع الدوائر، باش نكب في المرصد ديال صحة الأم والطفل، اللي هو تعتبر واحد المشروع اللي يعني تجربة رائعة فيما يخص يعني الدراسات والإبحاث وهذا. دونك الصحة راه مادة يديها لكم والأبواب مفتوحة لأي عمل جاد. وبالنفس المناسبة كنشكر السلطات المحلية على الجهودات اللي كدير، وجميع أعضاء المجلس الإقليمي ولا سيما السيد الرئيس المحترم ورئيس جمعية الأطلس اللي كنخدموا في إطار اللي هو ديال الشراكة، وشكرا لكم.